الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقاره ومصرف الأمور بأمره ومديم النعم بشكره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله وأفاد على العباد من ذله وهطله الذي أظهر دينه وللدين كله القاهر فوق عباده فلا يمانه والظاهر على خليقته فلا ينازه والآمر بما يشاء فلا يراجعه والحاكم بما يريد فلا يدافعه أحمده بإزفاره وإظهاره وإعزازه لأوليائه ونصرة أنصاره ومطهر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوداره حمد من استشار الحمد باطن سره وظاهر إجهاره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شهادة من تطهر بالتوحيد قلبه وأرضى به ربا وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله رافع الشك وداخد الشرك ورافض الإفك الذي يسري به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى وعرج به منه إلى السماوات العلا إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى صلى الله عليه وعلى خليفته أبي بكر الصديق السابقين الإيمان وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسر الأصنام على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان